لا حسن حسني ساعتها كان عامل ريكورد كبير جدا وخد 23 ألف جنيه في فيلم الناظر، وساعتها كان هو يعني يعتبر يعتبر ان هو نقلة في تاريخ حسن حسني. طبعا ما اقدرش اقول اكتشفنا حسن حسني، لان حسن حسني عنده تاريخ من السينما مع عاطف الطيب والاساتذه الكبور. طبعا كان عامل ادوار ملهمه، ولكن اعاده اكتشافه في ايه بقى؟ انه في الحقبه الزمنيه بتاعه الجيل بتاعنا هو كان القاسم المشترك في كل الاعمال لكل الشباب، فدي الريكورد اللي احنا حطيناه لحسن حسني في تاريخه. ولكن حسن حسني استاذ كبير من زمان.